انا ليه هختار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره اللي جايه؟ علشان عندنا في بني سويف تحت قياده واعيه وواعده، تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بقى عندنا محور عدلي منصور، بقى عندنا محور الشر، محور الفشل، بقى عندنا تنميه، بقى عندنا تطوير في كورنيش النيل، بقى عندنا في بني سويف كرة حياة كريمة بجد، اللي كنا زمان بنطلب عشان نغير خط وصلة صرف صحي، لا بقى عندنا دلوقتي تخش القرية في حياة كريمة فيها كل الخدمات. بقى عندنا كمان في بني سويف توسعة في مراكز الشباب، بقى عندنا لقاءات مع الشباب على أعلى مستوى، بقى عندنا محافظ شاب بيهتم بشباب بني سويف بجد. علشان كده احنا هنختار الرئيس في الفترة الجاية إن شاء الله.